أنا جاي لعندك لحتى أعتذر عن الطريقة اللي إجيت فيها. أنا بعرف إني غلطت، بس بوقتها كنت كتير منهارة، ما كنت عم شوف قدامي. أنا انظلمت ظلم ما حدا بيتحمله، يمكن آخره كان الطلاق، بس صدقيني كان في قبله سنين طويلة وكتيرة وأنا مظلومة فيها. أنا ما كان بدي تطلع فشة خلقي فيكم، بس ما بعرف، أنا هيك فجأة حسيت إني ما عاد قادرة أتحمل. أنا موجوعة كتير، أنا تعبت وأنا عم حاول إني أكسبكم لصفي وأشحد عاطفكم. أنا بعرف إنه أنتم ما حبيتوني، بحقكم، بس صدقيني أنا كل يلي كان بدي إياه إني حس حالي وحدة منكم، حس إنكم عيلتي بهالغربة. يا بنيتي حنا ما في أحد فينا يكرهك، بس تعرفين يعني الظروف ما سمحت إننا نتواصل. صدقيني متمنية من قلبي إني صدقك. على العموم أنا بعرف إنه جيتك لعندي على البيت كانت كرمال تهدي النفوس، بعرف إنه كلمتك ما بتصير تنتين عند ماجد، أنت اللي قنعتيه إنه يجي لعندي ويطلب إنه نرجع. أيوة، عشان كذا يوم جاء وقال لك يلا نرجع لبعض ما قبلتي. لو كنتي مكاني كنتي قبلتي؟ لو بيوم من الأيام كنتي متجوزة وتطلقتي وفقدتي الأمان، كنتي رح ترجعي بكلمتين؟ كانت رح ترجع حياتك مثل ما هي بس لأنه إجا وقال لك تعي نرجع؟ أمور مثل هذه تصير، ويا كثر ما يتهاوش الزوج مع زوجته وأحيانا تصل بينهم للطلاق. وماجد ولدي إنسان شهم وعمره ما ظلم أحد، وأكيد إنه ما بيظلمك ولا يظلم اللي في بطنك. هي ما بيظلم. أنت بتعرفي يوم اللي إجيت لعنكن على البيت وتغديت معكن، طبعاً قدامكن ماجد ما عمل شيء، بس تعرفي وقت صرت أنا وياه لحالنا شو عمل؟ مسح بكرامتي الأرض، ما خلى كلمة بشعة إلا وما قال لي إياها. بس طبعاً أنا واثقة إنكم سمعتوا كل هالشي بوقتها، كل هالشي لأني زرتكم. شو هالجريمة الكبيرة يلي عملتها؟ لا تزعلي مني، بس أنا بحب ماجد أكثر ما هو يحبني، وابنك ظلمني وكتر، وهو بعد تحمل كثير عشانك. مو قد ما أنا تحملت، أنا تركت الدنيا مشانه، أنا قبلت إني أعيش وحيدة وغريبة مشانه. على العموم أنا ماني جاي هلأ لا لحتى أقول لك شو عملت ولا لحتى برر. لا قولي، أنا أسمعك، قولي اللي تبينه. اللي جاي أقول لك إياه إنه ما حدا من عيلتي عرف إني اتطلقت. طبعاً هالشي كرمال ما حدا فيهم يغلط بحق ماجد بولا كلمة. ماجد بتضل كرامته من كرامتي. بس أنا حابة أقول لك كمان إني ما قبلت أرجع، لا نكب الراس ولا لأنه هاني، بس أنا يلي صار معي شيء كتير كبير، وخايفة إذا برجع له فكر إنه موضوع الطلاق شيء سهل وعادي ممكن إنه يكرره. أنا جاي لعندك ورضيانة بحكمك، جاي عم حاكيكي كأنك أمي، وتأكدي كل يلي رح بتقوليه رح كون راضي عنه ورح نفذه من دون نقاش. إذا هلأ بتقولي لي رجعي رح أرجع له، بس أنت بتضمني لي إنه ما يعيدها مرة تانية؟